معكم إخوتي وخياتي بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا باسمك دعوتك على تلفزيون نور الشرق. من بعد جولتنا على بعض الشخصيات من الكتاب المقدس بالعهد القديم بين آدم وحواء، وتعرفنا على إيمان إبراهيم ودعوة موسى، رجعنا الأسبوع الماضي تعرفنا على مريم أمنا. اليوم رح نتعرف على مربولوس ونشوف كيف الرب يسوع المسيح اشتغل بحياته تيصير شاول بولس. كرمال هيك رح يكون عنوان حلقتنا لليوم: بولس رسول الأمم. ضيفت اليوم راهبة من راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع، مع دكتوراه بالكتاب المقدس من جامعة الروح القدس الكاثوليك. هي دكتور محاضرة بجامعة الروح القدس الكاثوليك القديس يوسف للآباء اليسوعية والحكمة والعديد من المعاهد. بسنة اليوم استضيف الأخت روز أبي عاد. سر روز، أهلا وسهلا بحضرتك ببرنامج باسمك دعوتك. شكرا أبونا توني، أهلا فيك. أوقات كتير مسرور بالقداس نسمع فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما، فيليبي، كورنثوس وغيرهم. هذا إذا سمعنا الرسالة، لأنه أوقات كتير بيروح اهتمامنا للإنجيل ومننسى الرسالة، لأنه للأسف منقول أنه الإنجيل هو الأساس، ومننسى أنه البراتيك تبع رسائل مربولوس هو اللي بخلينا أكتر نعيش حياتنا المسيحية. فينا مصور نتعرف اليوم معك على مين هو بولس أو شاول، ونخليه كيف كانت تربيته، لأن ضرورة نقدر نفهم شو اللي عايش وشو اللي كتبه، نفهم الإطار الاجتماعي تبعه كمان. فينا نعرف هيك شوي عن هالمحيط تبع مربولس وكيف نشأ. مين هو بولس؟ بولس مش هين، يعني عم بتقول انه مش عم نسمع له الرسائل تبعه، مع انه في احد اللاهوتيين الكبار بيقول انه الاول بعد الاوحد، يعني بتدرج الرسل حطه اخذ الدرجه الاولى مر بولس بعد الاوحد يسوع المسيح. مش هين هو يلي ما كان من بين الرسل الاثناش ولكن قدر وصل لهالمرتبه. خلينا نتف صغير نشوف مين هو اجمالا بتقسم حياه شاول قبل ما نصير لبولس لاربع مراحل كبيره. اول مرحله بنقدر نسميها اليهودي الملتزم كمان هو بيقول عن حاله متشدد. فاذا هيدي اول مرحله. ثاني مرحله بنقدر نسميها المرتد المضطرم. عند بولس ما في شيء نص، يا ملتزم للآخر يا مضطرم للآخر. ثالث مرحلة الرسول المتجول، ورابع مرحلة بولس السجين. هودي أربع مراحل كبيرة بحياته لشاول. وين خلق؟ أول شيء مثل ما تفضلت وقلت شاول بولس، يعني هيش بدنا نفسر ليش عنده اسمين. لأنه هو يهودي ولكن خلق بكليقيا بطرسوس بمقاطعة كليقيا يلي هي جنوب تركيا اليوم. فإذا فينا نسأل ليش تخلق هونيك، نحن نفترض يعني خلق بفلسطين ليش تا؟ ممكن كتير أهله أو جدوده راحوا، لأنه في كتير يهود وقت اللي المنفى وقت اللي إجا نبوخذ نصر بالقرن السادس قبل المسيح وراحوا على الشتات، في قسم كبير راح على مصر وقسم كبير راح على تركيا، يعني اليوم اسمها تركيا، أنا ذاك كان اسمها آسيا الصغرى. بقى هو خلقين هونيكي بطرسوس بكليقيا جنوب آسيا الصغرى، واسمه العبراني شاول، اما اسمه الروماني بولس. فاذا مش انه كتغيير انما ك للانتماء. هو عنده نون كومبوزي مثل ما بنشوف برا باوروبا، يعني مثلا عنده دبل نيم. ايه للانتماء، انتمائه اليهودي شاول وانتمائه الروماني، لان كان هو مواطن روماني. مزبوط. كان اسمه بولس، عشان هيك طلب وقت يروح. صح. وبولس يلي خلق بقليقيا
بطرسوس بالتحديد، تربى حسب التربية الرومانية بكل معنى الكلمة، تعلم، تثقف، أخذ تنشئة قوية، وبعدين من بعد ما خلص العلوم اللي لازم يخدها تمكن فيها، بعثوا بيو على أورشليم القدس، بعثوا لهونيك، هونيك تعلم على إيد جملائيل، من أهم العلماء بهذاك الوقت. إيه من أهم العلماء ومن المتشددين، لأنه كان في تقليدين، في تقليد متساهل ومتسامح وفي تقليد متشدد. جملائيل كان من المتشددين، يعني المعروفين بالفريسيين، المعروفين بالفريسيين الأصيلين يعني، مش هيك حي الله. هيدا كلمحة أولى عن تربيته، تربيته. فإذا شفناها من الأول، في عنده على صعيدين، ديني ومدني، وكان متمكن فيهم اتنيناتهم ورايح فيهم للآخر. وكيف كان يعيش؟ انه هل يا ترى بس على الدرس يعني، انه هالفلسفه يعني، ولا ايه ولا شو؟ ايه لا، كمان شو كان عنده مهنه كمان هون بنعرف من زمان وجاي، واكثر شيء بالشرق عنا، البي بيورث مهنته لابنه عاده اذا عنده صنعه. وبيو لبولس كان صانع خيام. شو يعني صانع خيام؟ يعني هالإنسان اللي عايش بطرسوس مدينة، لشو هو بحاجة ليعمل خيام؟ الحقيقة هيدي كمان تعود إلى عندهم عند اليهود في عيد مهم كتير، المظال، عيد المظال يلي هو من 3 أعياد الرئيسية عند اليهود، يلي يحج فيها اليهودي إلى الهيكل أورشليم 8 أيام يدوم. بهيدا العيد الشعب اليهودي بينصب خيام وبيسكن فيها تيتذكر إقامته 40 سنة بالصحراء. وهيدا عيد كتير مهم، يعني بمثابة عيد الفصح وعيد العنصرة بيجي عيد المظال. وبالتالي ضروري صناعة الخيام، يعني ربيحة، كل الناس لازم يكون عندها خيام تنصبها بهالوقت وبتسكن فيها. وبيو لبولس هيك كان عنده هالمهنة، وبولس تعلم هالمهنة من بيو. كان يعيش منها، يعني يعتبر طبقتهم الاجتماعية شو؟ مرتاحين كتير، مرتاحين. من الأغنية يعني، بدنا نقول عنده مصنع، فبركة مصنعه، وكان عنده ناس يشتغلوا عنده، هو رئيس المصلحة وكان عنده ناس يشتغلوا عنده. يعني معود على الترخنة، يعني فينا نقول مرتاح كتير على وضعه على كل الأصعدة. طيب، ولما أجا على القدس وعيش هون، ضلوا عم بيمارس نفس المهنة هون وتقدر يعيش؟ بتمرق بالرسائل أنه بخبر أنه كان عم بعيش من عرق جبينه بحسب هالمهنة. ايه قبل اكيد هادي كان يعيشها، بس تغير كتير معه. هلأ رح نحكي ليش تغير، وين كان وين صار. بس بحب نتفي صغيرة احكي عن الطبقة الاجتماعية يلي قلت بيرتوني انه كان غني، فعلا كان غني، بس كمان بهمني المواطنية تبعه. كان بولس رومانيا، عنده المواطنية الرومانية. شو يعني مواطنية رومانية؟ وحصل عليها بالولادة. يعني هيدا الشيء يتطلب هالموضوع، بعدين بنشوفها بآخر أعمال الرسل، وقت اللي كمشوا إجا قائد الألف بيقول له أنت روماني؟ بيقول له إيه؟ قال له أنا دفعت مبلغ طائل حتى قدرت حصلت عليها. وبالتالي بولس حصل عليها تلقائيا بولادته. فإذا كان رومانيا، وشو كانت تأهله هيدي المواطنية الرومانية؟ كانت تأهله أنه يكون عضو من أعضاء المدينة، يعني اليوم تنقول من مجلس البلدية، أعضاء البلدية، وكان يحق له يدخل بمجلس الشعب تلقائيا ويعطي رأيه وياخد قرار. فإذا كان لها كتير امتيازات، يعني حتى السلطة، إنه كسلطة مدنية عنده كان مركز مرتاح كتير على وضعه. ليه؟ لأنه أنا ذاك أيام بولس كان في الأمبراطورية الرومانية هي السيدة، يعني هي
ايه هي الموجوده، وكان في 3 طبقات من الناس. الطبقه يلي كان فيها شاول هي طبقه المواطنين المدنيين، يعني عندهم كل الامتيازات، وبيجي وراهم طبقه المحررين يلي دفعوا كتير حتى حصلوا على المواطنيه الرومانيه، ويلي ما رغم انه تحرروا ما بحق لهم يدخلوا بكل شيء. وثالث طبقه هني طبقه العبيد. بولس كان من الطبقه الاولى، هيدي على مستوى الاجتماعي. اما بالنسبه لوقت اللي اجى على القدس كان تلميذا مثل ما قلنا لجملائيل، كان غني وكان مثقف. فاذا هالصعيدين بشخصيه بولس جعلوا منه على مستوى الاجتماعي من النخبه، من نخبه المجتمع. مش هيك يمكن الرب اختاره حتى يكون هيك عنده انفلونس، انه بالنهايه ما في شيء بيروح دعان مع الله. يعني احكامه عنده كثير، كل واحد منا بيختاره. طيب بيختاره كثير بيصوروا لنا ماربولس انه سقط عن الحصان. ايه فينا نحكي شوي عن هالتغير اذا بدنا نقول، او بالاحرى بمشواره الى دمشق، شو صار معه بالتحديد حتى صار فيها الانقلاب اذا بدنا نقول من شخص ضد المسيح الى للمسيح. بولس كان بعمر الصبا، عمر الشباب، عمر الاندفاع، عمر الحماس، متشبع من ايمانه من الشريعه الموسويه، شريعه موسى، ومتشبع من تقاليد الاباء، تقاليد الاباء وسنن. واجت المسيحيه على ايامه واخذ معه ناس مرافقين، ومستعد بولس يروح من اورشليم الى دمشق مسيره اكثر من 200 كيلومتر حتى يوصل لهونيك حتى يكمش المسيحيه ويحطهم بالسجون. هالقد كان عنده هالحماس الكبير. الحقيقة أبونا ما منعرف إذا كان على حصان أو لا. ماربولوس بخبر يلي كان شاول، هلأ رح نشوف كيف، بخبر 5 مرات عن دعوته، عن ارتداده، ولا مرة بيجيب سيرة الحصان. بس قد ما هالشي اللي صار معه واللي هو منه بالحسبان ولا 1%، قد ما كان هالانقلاب قوي شبهوه كأنه انقلب على الحصان. تتجد وقعة قوية، يعني وقعة قوية، وهو هالانقلاب نتيجة ترائي يسوع المسيح له على طريق دمشق. تقلنا قد ما يعني بدنا نقول يوم بلغتنا اليوم قلب 180 درجة. تقولوا هالقد ايه؟ قالوا انقلب على الحصان، وبالايقونات بيشبهوه هيك. مزبط. بس بالنص الكتابي بنص الانجيل 5 مرات بيحكي عن دعوته ولا مره بيجي بسيرة الحصان. طيب فينا نفوت شوي بهذا النص لهيك نقدر نفهم شوي شو دعوة بولس، كيف تجلت، كيف تراءى له المسيح واحدث به تحول جذري. تحول جذري لدرجة أنه هالتحول رح يصير من مواطن روماني يعيش بحياة آمنة كله أمن له، إلى مضطهد وسجين في سبيل المسيح. يعني اجتماعياً طبقة الاجتماعية اللي كان يتنعم فيها رح تتغير جذرياً. هي أول شغلة. شغلي تاني، من إنسان يعيش استقرار وهدوء رح يصير ما بقى يعرف الاستقرار، رح يعيش حياة متنقلة متجولة من مدينة لمدينة، من مكان لمكان، من بلد لبلد. هيدا تاني انقلاب. تالت انقلاب، كان يعيش برغد العيش، صار يعاني بصورة مستمرة من الاضطهادات والاتهامات والاعتقالات. يعني من الاستقرار لهالمرحلة كلها اضطرابات. رح يصير لنا، كان عنده مصنع لصناعة الخيام، كان هو مالك مؤسسة، رح يتحول بعدين لأجير لبلا عبد حتى يكسب عيشه. كمان هيدا تغيير جذري بحياة بولس. كمان
بسبب هالارتداد إلى الإيمان المسيحي، كل أصحابه وكل زباينه يلي كانوا يجوا يشتروا من عنده قطعوا، خلص وقف شغله، انعدم كليا يعني. ايه ايه صار ايه، لبل أرادوا قتله، هن اللي سببوا له انه ينسجن وعملوا له كمين كذا مرة بدهم يقتلوه. باختصار بنقدر نقول هالتغيير صار بحياة شاول بولس من مواطن روماني حر ينعم برغد العيش إلى عبد للمسيح يسوع. ليك قديش انقلبت. لبل بيقول، هو بيقولها برسالته لأهل كورنثوس، صرت عبد لجميع الناس مش بس ليسوع المسيح. هيدا هالتغيير اللي صار. طيب وهون، طب ليش اختار اسم بولس؟ انه صار معروف هالبولس يعني. يعني بدنا نقول ليه سبب هالتغيير الجذري، هالاختيار، هالتغيير كله سوا. فينا نقول انه بولس كان يهوديا فريسيا متشددا، هيدا اللي قلناه بتطبيق شريعه موسى. هو بيقول عن حاله، بيقول عن حاله برسالته لأهل غلاطيا، أتقدموا في ملة اليهود. يعني مش يهودي عايش إيمانه الموروث يلي اكتسبه من عائلته، كان يتقدم بملة اليهود من أترابي من بني قومي وأفوقهم حمية على سنن أبائي. يعني كان يتباهى بهالشي إن هو بعيش إيمانه بكل للآخر، عايش فيه للآخر بهالعيش الملتزم المقتنع بإيمانه اليهودي. كان في حده هالمسيحية، عم بيشوف هالمسيحية عم بيقولوا أنه يسوع يلي انصلب ويلي مات ويلي هني عم بيقولوا أنه قام، عم بيقولوا أنه هيدا ابن الله. شو هالتناقض؟ وبنفس الوقت هو الشريعة يلي فيت بدمه بتقول الشريعة المعلق لعنة من الله. كيف يعني انتوا عم بتقولوا هيدا ابن الله؟ وشريعة موسى بسفر تثنية الاشتراع بتقول المعلق لعنة من الله. شو هالتناقض، شو هالصراع اللي عم بيعيشه بولس؟ بولس بقلب هالصراع وهو رايح على طريق الشام اختبر هالاختبار القوي، تراءى له هيدا اللي عم يضطهده، اللي رايح يضطهد تباعه، تراءى له. وكانت الصدمة الكبيرة له انه هو عم يحكي. اذا عم يحكي فاذا هو حي. ومش بس الصدمة عم تكبر وتكبر، هالحي اللي عم يحكي عم بيناديه باسمه. ما بقى بدا. هيدا عمل له التغيير الكبير لشاول، وكان الصدمة الكبيرة لإله. يعني اللقاء مع يسوع هذا ممكن يغير الإنسان كليا، دمغه باختصار. دمغه عمل له دمغة إلى الأبد وخلصنا. ومن وقتها بيقول بولس، بيقول أسعى لعلي أقبض عليه فقد قبض علي يسوع المسيح. خلص تصيدني، صيدني يسوع المسيح للخير أكيدة، ومن هلأ وطالع أنا بدي روح تفتش عليه. هيدا التحول الجذري يلي بحياة بولس، من مضطهد بسبب الصليب إلى مبشر بالصليب. فإننا برسالته لأهل كورنثوس بيقول إننا نبشر بمسيح مصلوب، يلي كان لعنة بنظره صار هو سبب للتبشير، بمسيح مصر عثار لليهود وحماقة للوثنيين. شو هالحماقة انه اله بده يموت كمان، انه بالنسبة للرومان وبالنسبة لليهود انه كيف الله بده يصير انسان يعني. هلا اذا بدنا نحللها انسانيا ابونا توني صعب كتير الواحد يفهمها ويقبلها، بس هيدي طرق الله، طرق الله. واللي عنا أثبات اليوم، أثبات تاريخي من الكنيسة، اللي عايش بالكنيسة أكبر أثبات أنه هيدا ما كان ميتولوجيا، ما كان عايشين بحالة سكر، كان حقيقة واقعية تاريخية. هيدا هو صعب نفهمه، بس بالإيمان ما في شيء مستحيل.
هيدا بولس. وليش اختار اسم بولس؟ انه هل يا ترى كرمال هالتغيير الجذري؟ هلا هو بعدين رح يصير اسمه رسول الامم، وبس نقول امم يعني وثنيين، وثنيين يعني عندهم ثقافه رومانيه، وبالتالي حتى يحكيهم بلغتهم بده يحكيهم بلغتهم، وبده الاسم بولس اقرب لهم. شاول هو اسم اول ملك يهودي تيمنا به من قبيلة بنيامين هو شاول، اما بولس فهو اسمه الروماني، لانه هو رح يصير رح يتوجه، لانه رح يرفض من اليهود رح يتوجه الى الامم يعني الى الوثنيين يعني الى الرومانيين، وبالتالي اسم بولس رح يساعده اكثر، يعني هو بيكون مفتاح له اذا بدنا نقول. مفتاح له انه معه اسم روماني. ونعرف انه بكل حياته كان عم بيعيش مشقات كثيره وصعوبات كثيره. قبل ما نفوت فيهم رح نتوقف لحظات مع ترتيلة، منرتاح نتفة صغيرة ومنرجع مننتقل سوا إلى تحديات الرسالة اللي عايشها مار بولس. بعد الاستراحة مسور شفنا أنه مار بولس هو هالإنسان يلي رفض من اليهود وانتقل للرسالة مع الوثنيين. بس كمان هالرسالة ما كانت هينة، لأنه عم بخبر عن شيء كتير غريب عنهم، لأنه هن اللي معودين على آلهة أكتر، يمكن هيك يجي يخبرون عن إله واحد منا هينة. فينا نحكي شوي عن التحديات يلي واجهها مار بولس؟ ليه كتير تحديات، يعني عنده 13 رسالة، هودي اللي وصلوا لنا في رسائل مختفية، هو بلمح لهم برسائله ما وصلوا لنا، ما بنعرف ليش اختفوا، بس بها 13 رسالة وبالتحديد بالرسالة الثانية لأهل كورنثوس بيخبر عن تحديات يلي عاشها بالرسالة تيوصل يسوع المسيح. من هالتحديات اختار الأسفار، السفر، لأنه قلنا رح يصير رسول متجول. بيقول انكسرت بي السفينة 3 مرات. ايه وقضيت تايتانيك يعني. نعم تايتانيك. تايتانيك. وقضيت ليلة ونهارا في عرض البحر، يعني بالمعنى مزبوط تايتانيك هيدا. بيقول اختار من الأنهار، اختار من اللصوص، هيدا على أول مستوى. كمان بعيني هودي أكثر شيء برسالته الثانية لأهل كورنثوس، جهد وكد، سهر كثير، جوع وعطش، صوم كثير، عري فضلا عن همه بالأمور اليومية، اهتمام بجميع الكنائس. فإذا عنده تحديات كثيرة، عنده تحديات من قلب الجماعة يلي عم ببشرها، كانوا يقولوا له انت كيف باي صفتك بتجي لعنا، انت منك رسول، كانوا يحاولوا يتحدوا يعني يواجهوه، انت منك رسول. وبولس في كتير مطارح يضطر انه يدافع عن حاله، وقال لهم، قال لهم اذا كان سائر الرسل تعرفوا على يسوع المسيح الجسدي بالجسد، انا تعرفت على يسوع المسيح القائم من الموت وتراءى لي شخصيا. فإذا أنا رسول، أنا ما عندي شيء أقل منزلة من قيمة بقية الرسل. يمكن هذا شغلة كمان يمكن واجهته بالأول الدعوة، أنه هذا اللي كان عم بيضطهد الكنيسة، كيف أنه يمكن بفيلم بول شفناها أنه كان في كتير صعوبة أنه يتقبلوه كشخص انه جاي من عدو صار انه حليف، لانه منا هينه كمان انه حتى الكنيسه تتقبله. مزبوط مزبوط. وبزياده للاضطهادات او الرفض، الرفض من قبل المسيحيين بذاتهم، لقى رفض من قبل اليهود، مش بس رفض، جلدني اليهود 5 مرات
40 جلدة إلا واحدة. الجلد يعني شيء بيموت من الوجع بالصوت. وأوقات تزيدوا عليها يحطوا بطرافهم مثل حديد المسامير تيخزق جسد اللي عم يجلدوه. كل مرة قال تما يتعبوا ضميرهم هي لازم يكون 40 جلدة، بنقصوا مرة بلكي غلطوا بالعد، مشان هيك 40 مرة ايه تصور يعني. بس 5 مرات جلد بولس مش هينة. كمان ضرب بالعصي 3 مرات، العصي ممكن ينعطب بهالوقت. رجم مرة واحدة بالحجار، الرجم يعني قصد انه يموتوه وفكروا مات، وبعدين رجع قام مش هينة يعني، وصل لدرجة قرب من الموت. كمان بيقول كان التحديات من 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 بني قومه ومن الوثنيين. بيقول اختار من بني قومي، اختار من الوثنيين، اختار في المدينه، اختار في البريه، واختار في البحر. وين بعد فيه بر وبحر ومدينه وكله سوا، ما في محل يعني ما كان يعيش فيها الخطر، يعني حياته كلها خطر بخطر، كلها خطر بخطر. ومره كمان من تحديات الرساله كان بافسس. هونيك في واحد اسمه ديمتريوس كان يصنع تماثيل للآلهة أرطميس، وبولس عم بيقول لهم هودي آلهة وثنية وما قالن وجود، يعني هودي شو وين، روحوا شوفوا فتشوا على الإله الحقيقي، فتشوا على الإله يلي بعد ابنه مات كرمالنا. وبالتالي يعني سكر لهم باب عيشهم لهودي. بيقوم هيدا ديمتريوس قلب الشعب كله سوا وكل هيدا قضي علينا، قضي علينا، ما بقى فينا نبيع تماثيل للآلهة أرطميس. وهون مسميه ثورة الصاغة، قاموا عليه هو ومرافقينه بدهم يقتلوه، يعني كل حياته كانت معرضة للخطر. كمان في مطرح بيقول خطر من الإخوة الكذابين للأسف الشديد، يلي بيقول لهم يتزيون بزي رسول المسيح، رسول المسيح شي بخوف. يعني العدو برا بعد أقل خطر من العدو من جوا، مأزق أكتر، أي شي كتير، شي كتير. كمان من تحدية الرسالة من عامل الملك بدمشق قال لهم للحراس بدي كنتكم مشولية. بيقوموا الإخوة بيحطوه بسل وبينزلوه من السور بدمشق وبيهربوا. كمان هيدا يعني كان في خطر عليه من فوق لتحت يوقع ويتكسر. عانى من الهزق كمان، كان بكورنثوس بأثينا، كان بأثينا وهونيك راح على الأريوباغوس وعم بخبرون عن القيامة، قيامة المسيح، وهن فكروا لبولس انه عم يخبرهم عن إلهة جديدة اسمها القيامة. اللي تمسخر عليه تمسخر عليه، والبقية قالوا له اوكي حبينا هالإلهة الجديدة بنسمعك مرة تانية. فإذا كمان تصور انه جاي اللي ترك كل حياته، تخلى عن كل الرفاهية بحياته، ليك شو عم بيلاقي، الهزق والسخرية والضرب والجلد والسجن. كمان عانى بفيليبي عانى من العذاب والإهانة، هي بخبرها برسالته لأهل تسالونيكي. عانى من مرافقه برنابا. برنابا هو الشخص اللي إجا قالوا لبولس، طلب من الرسل خلوني روح أنا عرفكن عليه، عرف بولس على الرسل، وهو معه راح أول رسالة، أول رحلة رسولية. كمان رجع اختلف هوية بسبب ابن أخته لبرنابا يوحنا مرقس الإنجيلي. كمان تصور يعني التحديات مش بس من برا، حتى من مرافقه بالرسالة صار في شو اختلفوا وقتها؟ اختلفوا بسبب يوحنا مرقس بنص الطريق تركن وفل، ما انت رايح معنا للرسالة كيف يعني بتتركنا وبتفل. تاني مرة قال له برنابا بدي اخد معي ابن اختي يوحنا مرقس، قال له بولس ما فيك تاخده معك، ليش هو باول رحلة تركنا. يعني تصور كمان بقلب الرسالة في تحديات غير متوقعة. عانى من خدم المسيح كمان، خدم المسيح كمان، لانه كانوا يتباهوا في منهم يجوا للأسف الشديد تيبشروا بحالهم. وينك بعد الليل كله ما في شيء يتغير.
عانى بكورنثوس ممن يمتلكون البلاغة والمعرفة. البلاغة كانوا أيام بولس بكورنثوس يقعدوا فريقين مقابل بعضهم وينقوا موضوع يبلشوا يتجادلوا فيه، مش مهم يكون في منطق، مش مهم نوصل لنتيجة، المهم إنه نضل نتجادل. والبليغ هو يلي بيضل يلاقي طريقة يتجادل. هود تصور عم بحطوهم إنه يقولوا له أنت ما عندك، منك ضليع بالبلاغة، مع إنه كان عنده بلاغة وأثبت إنه بطريقة كتابته في عنده نوع من البلاغة، بس منطق غير كليا منطق. عانى من محبي الآيات والعجائب، الناس بحبوا الآيات والعجائب كل عمرها موجودة. قال لهم بولس، ليك شو قال لهم؟ قال لهم أكبر آية هي أن يتشبث الرسول بالصبر أمام المحنة. هاي أكبر آية. هاي دي الآية اليومية. كمان بولس من تحديات الرسالة، مش بس من برا، مش بس من اليهود، مش بس من الموثنيين، مش بس من الإخوة، عانى من ذاته، من حاله. بيقول مخافة أن أتكبر بسمو المكاشفات جعل لي شوكة في جسدي. كان في عنده شيء ضعف أو مرض أو شيء يألمه كتير لبولس، كان كتير يتقل من قلبه من داخله. بيقول هيدا كان شوكة عطول عم تنخر فيه بجسدي. هلأ العلماء حكيوا كتير عن هالموضوع، بس بقي شيء يتألم منه، كما وأنه تألم بولس بتحديات الرسالة بصراع روحي. هلأ صار على مستوى بدق فيه، بيقول الخير الذي أريده لا أفعله والشر الذي لا أريده إياه أفعل. وهذا شيء كتير طبيعي كإنسان، حلو كتير أنه كتير إنساني بكل معنى الكلمة. كما وأنه بيقول بالرسالة لأهل كورنثوس جئت إليكم وبضعف، إجا من أثينا. أثينا فشل بولس وقت اللي عم بيحكيون عن القيامة وقالوا له فكروا فهموا عليه أنه هيدا إله الثاني، فشل بالرسالة بأثينا. إجا من أثينا على كورنثوس وبيقول جئت إليكم وبضعف وخوف ورعدة شديدة. فإذا مش دايما كان بولس القوي اللي دايما في نجاح، كان في أوقات في فشل وفي ضعف، وهيدا كتير حلو إنسانيا بكل معنى الكلمة. يعني فنحس إنه مار بولس هو كل واحد منا، يعني لأنه إذا انتبهنا بكل الصعوبات كلها يعني التحديات منعيشها بعدنا اليوم، يعني مزبوط. ما في شيء غريب عنا اليوم حتى. مزبوط، مشان هيك نحن منتقوى فيه إنه مرق بأوقات ضعف ولكن ما، وبنفس الوقت مرق بأوقات نجاح وانتصار، وهيدا واقع كل إنسان، واقع كتير. بعد في شيء تحديات ممكن فينا نقول كتير كتير عنده تحديات، ولكن بعدين نشوف كيف حاول يتخطيها. إذا بتحب نبلش كيف تعامل مع هالتحديات، هذا مهم لأننا نحن بنعرف كيف نواجه. هو مطبيت بطريقه، كل مرة ينوجد مطب يحاول هو يقفز فوقه، لأنه هدفه من وقت تعرف على يسوع بيقول خسرت كل شيء لأربح المسيح. فإذا أنا هدفي أوصل ليسوع المسيح، إذا بدي أوصل ليسوع المسيح هول المطبات مش لازم توقفني. فعلا هيك بيقول من لم أعد أعرف إلا المسيح وإياه مصلوبا. تصور الصلب يلي كان أشنع ميته، بولس جاي يبشر بالصلب، ما بقى أعرف. فالحياة عندي هي المسيح والموت ربحه. ومن وقتها بيقول بشهادة حياته لأهل فيليبي، بيقول ما كان لي من ربح عددته خسرانا من أجل المسيح، من أجله خسرت كل شيء وعددت كل شيء نفايا لأربح المسيح. يعني كل شيء صار ثانوي ودرجة ثالثة ورابعة وخامسة، الأولوية ليسوع المسيح. كيف بولس تحدى بالواقع بالتطبيق. أول شيء كان رجل إيمان وصلاة. كل رسول لا يصلي بيكون عم ببشر بحاله،
الصلاة بتخلينا نوصل يسوع المسيح للآخر. وهيك عمل بولس من وقت اللي ارتداده على طريق دمشق وهالسقطة الأولى يلي قلبت له حياته. بيقول عن حاله راح 3 سنين إلى ديار العرب، حياة نسك تقشف صلاة إيمان، وبعدها راح 5 سنين على طرسوس، 8 سنين حتى يعمل هالتحول الجذري بحياته. فكر أنه فرد ضربة كلها صارت أبداً، طلعت أخذت 8 سنين. 8 سنين أخذ وقته لأنه حتى فعلاً يمتلي من يسوع المسيح. بعد 8 سنين انطلق للرسالة. يعني فينا ناخذ وقتنا مع للتحول، يعني مش نقول انه خلص بدنا اعجوبه من الرب انه خلص يغيرني هلا بهاللحظه، لا ناخذ وقتنا، بدنا نعطي الوقت وقته، بدنا نعطيه وقت. لانه اليوم نحن عايشين على تفقيس الزرار كمبيوتر، وهذا تفقيس كل شيء بدنا اياه تك 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 تك، هذا مش منطق الله. منطق الله بيعطينا، بيحولنا على البطيء، الاعجوبه البطيئه. عنا كمان نعمة الله ترافقه. كيف كان عم يتحدى صعوبات الرسالة؟ كانت نعمة الله ترافقه، بيقول له حسبك نعمتي فبالضعف تكمن قوتي، فإن القدرة تبلغ الكمال بالضعف. وهيك هو حس حاله هالبطل هالقائد الكبير اللي كان شاول، انقلب كليا. وهلأ حس حاله انه انا كتير ضعيف بس بنفس الوقت كتير قوي بيسوع المسيح. هيدا اكبر تحدي، هيدا اكبر تحدي اذا الواحد بده ينجح برسالته ليسوع المسيح، انه انا كل قوتي منه. ومرة بيقول هو تراءى له الرب وبيقول له لا تخف بل تكلم ولا تسكت فانا معك. خلاص هيدي تاني مرة غير الرؤية الكبيرة، بيقول له ما تخاف. فإذا هو من هلأ وطالع رايح أخذ يسوع المسيح معه، وكان يفاخر بضعفه. يعني اليوم نحن بدنا نبين للناس أنه نحن كاملين ونحن معنا ضعف، مش مزبوط. نحن ضعاف ونحن قوتنا في يلي بقوينا بضعفنا. بولس كان يفاخر بضعفه، وبيقول عندما أكون ضعيفا أكون قويا. شاين كمان لم ييأس بولس، لم ييأس. بيعملوا عفوا إحصائيات، في حدا عمل حسب هالرحلات الرسولية 3 الكبيرة يلي عملها بولس، وعد كم كيلومتر بهالمناطق يلي مرقها. بيقول إذا بدنا نقسمهم على الأيام، بولس قطع بين 25 ل 30 كيلومتر يوميا. شي كتير، واغلبيتهم سيرا على الاقدام ما عدا بالبحر سيرا. يعني كان لم ييأس. شوف ده في تعب لا يمل، اذا بدنا نقول. كان يعتبر حاله بولس انه يشبه حاله بخزف، يعني فخار، قطعة فخار، ولكن هالخزف في بقلبه كنز. هيدا قوته، أنا خزف ولكن بقلبي كنز بدي وصله. ومطرح تاني كمان بيشبه حاله أنه هو قطعة فخار ولكن الفاخوري هو الرب. نرجع هوني لمشهد الخلق. لمشهد الخلق مثل ما امبارح كنت عم بقول لهم إياها بتنين رماد، كنت عم بقول لهم أنه نحن تراب ولكن تحفة من الله. حلو. أنه بالنهاية نفخ فينا الروح فصار صرنا عم نتنفس الله. فكتير حلو الفكرة أنه صحيح التراب، أذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، ولكن هذا التراب هذا مدعو أنا بقلب الصوم تبعي أن أكون عم جمله وإرجع رجع في الصورة الحقيقية تبع الله، كون مطواع لعمل الفخوري هو يعطيني. ومن هون منشوف أنه بولس بهالتفكير كمان بالذات كان قنوعاً. يعني هالبولس الكبير الأرستقراطي الكبير بيقول تعلمت أن أقنع بما أنا عليه، فأحسن العيش في الحرمان كما أحسن العيش في اليسر. يعني يتأقلم، يتأقلم، لأنه ما بقى همه حاله، ما بقى همه راحته، ما بقى همه أنه توصل البشارة. خلاص من هونيك رايح
مننام على الأرض، مننام بلا أكل، اللي بده يصير يصير، لأنه طالما الهدف هو يسوع المسيح. كمان تخطى صعوبات الرسالة بالتفاؤل، كان عندنا رغم كل الرجم والسجن والجلد والضرب بالعصي وكله كله كله، بيقول أرى أن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. فينا سمير الرجاء، الرجاء هيدا القيامة، هاي القيامة، رغم الموت رغم الألم في قيامة. وما في ما في نسبة بين آلام هالدنيا والمجد اللي ناطرنا. فإذا هيدا مبعث للأمل وللرجاء كتير قوي قوي. رغم كل الوضع يلي كان فيه كان فرحا. ايه هيدا اليوم رسالة لقلنا تنعيش حياتنا رغم كل شيء بفرح، ما في شيء يشلنا الفرح من قلوبنا. سنقول افرحوا بالرب دوما وأقول افرحوا، هيدي رسالته لأهل فيليبي. وهون كمان بهالرسالة بيقول يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وهم فرحي وإكليلي. صار الآخر كمان فرحه مش بس الرب، صار الآخر هو فرحه لبولس. فإذا ما نشوف أنه بولس انتصر على كل هالصعوبات الرسالة بحياته اليومية، انتصر مش بقوته، انتصر لأنه كان عنده سند كتير كبير اتكل عليه ومش معه، اللي هو يسوع المسيح، اللي هو يسوع المسيح. كل الحلقة قاعدين عم نسمع حضرتك كيف عم تحكي بشغف عن مربولس، شكل مربولس كتير بيعني لك. حبيته كتير لمربولس، حبيته كتير كتير، بدق بحياتنا عن جد، بدق بحياتنا وواقع كتير، واقع لأنه في عنده طلعات ونزلات مثل ما نحن اليوم بحياتنا عنا طلعات ونزلات. ويسوع قال له، تصور شو وعده. عادة واحد وقت بده يجذب التاني لقله بيقول له، بيعطيه الاشياء الحلوة حتى يشده لقله. يسوع وقت اللي جذبه هيدا يوم الارتداد بيقول له سأريه ما يجب عليه أن يعاني من الألم في سبيل اسمه. يعني وعدك، وعدك بألام كتيرة، وعدك بألام كتيرة. لأنه ليه؟ لأنه اللي بيحب التاني بده يكون مثله، يشبهه، ما هو هيك مشي هالطريق. وبالتالي بولس لقلنا كرسل هو هو صورة الرسول يلي اندمغ، يلي انطبعت فيه صورة يسوع، وما بقى ما بقى يهمه إذا ملكي وإلهي ومعبودي مش مشي هالطريق، أنا وين أنا من بالنسبة لإله، أكمل في جسدي ما نقص من آلام يسوع المسيح. هلا في حكي بينحكى عن مربولس أنه ممكن يكون كان حامل سمات المسيح. ايه كمان هو بيحكي عن حاله، بيقول لاني احمل في جسدي سمات صلب يسوع. كمان هل معقول تكون الحسيه مثل ما نشوف مثلا مار فرانسيس بادري بيو انه هو بيقول عن حاله؟ ممكن كتير، ممكن كتير تكون سمات حسيه تنقول قد ايش شارك بالام يسوع معنويا وجسديا. حتى هو بيحكي عنه هوته للاخر، للاخر ما بقى همه بالعالم حدا، لدرجة أنه بآخر حياته بيقول جاهدت الجهاد الحسن وأتممت شوطي، عملت اللي علي، عملت اللي علي، خدمت عسكريتي بكنيسة يسوع، جاهدت ليسوع المسيح ورايح مطمئن البال. وهذا السؤال نسأله لحالنا نحن اليوم، شو عملنا كرمال يسوع؟ يمكن أنه هل يا ترى إذا غمضنا عيوننا رحن رح يقلنا عملت اللي عليك ولا بعد في ناقص؟ حلو. حتى كتير في كتير قديسين يعني من بيناتهم مار فرانسيس الأسيزي لما انه عفراش الموت بيقول لهم يلا يا اخوة خلينا نبلش، يعني بعد كل اللي عمله أساس رهبني وكل هالأساس اللي عمله وصار اخوته بعمره انه هو عايش صاروا 5000 شخص بالاخر عم بيقولوا ما بلشنا الشيء خلينا هلا نبلش. حلو. انه يمكن قد ما نعمل هلا الإنسان مثل ماربولوس يلي لمس حب الله ولمس حب المسيح بيختبر هالاختبار الكبير إنه هالقد الله حبني، تمرني بحبه، كل حياتي هي هبة منه،
كله 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 أنا كله أنا هبة منه. منشان هيك شو ما عملت له بضل مقصر. وهيدي فكرة كتير حلوة، اللي بحب بضل بده يخلق أشياء تيعبر عن حبه للآخر. وهيك اللي عمله بولس بدون تذمر، وكان مبسوط فرح. مسار الحديث مع حضرتك ما بيشبع يعني. يعني مربولس دسم. وطب إذا هيك بدنا نختم حلقتنا، وصلنا تقريبا على آخر الوقت، شو بتحب تقولي هيك بكلمة صغيرة للمشاهدين؟ يعني كتر خير الله إنه بيختار ناس. هو مثل ما رايح بولس ومش بالحسابه اختاره وقلب له حياته. يا ريت نحن يلي خلقنا مسيحية منعمل هالارتداد الجذري. كتير أنا بحب الجذرية، لأنه ما في يكون يا هيك يا هيك. هو ما بحب يا سخن يا بارد، الفاتر ما بحبه. يا ريت نحن اللي عشنا حياة ما بعرف الإيمان المورود نعمل هالارتداد الجذري ونعيش بجذرية مع المسيح. جذرية مش تعصب، مش تزمت، مش لا، الجذرية يعني الحب للآخر كما هو أحبني للآخر. ما من حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. حبني بجذرية وطالب مني أني بلش بادله قديش بقدر. هيدا اللي مثل ما عمل بولس، حط توجه بطريقة ومعد التفت لورا، حط الصليب قدامه وضله ماشي ومعد التفت لورا. أنسى ما ورائي وأمتد إلى أمامي. مسار أنا بحب أشكرك من كل قلبي لقبولك دعوتي لهالبرنامج، والله يبارك رسالتك وخدمتك بتوصيل يسوع لكل العالم عبر كلماتك الحلوة. الله يقدرنا. أخوتي، مع زمن الصوم يلي نحن فيه مدعوين نعمل تغيير جذري بحياتنا نحو الأفضل تنصير أكتر وأكتر أقرب من الرب. شفنا كيف دعوة بولس بتشبهنا ومش بعيد كتير عن كل شخص منا. أول شيء مثل بولس نكون أولاد بيئتنا، نسمح للرب يلتقي فينا بالمطرح اللي أوقات مش ممكن نفكر فيه. نعرف بوقعتنا نلتقي بالرب ونسمح له يفتح لنا عيوننا على حقيقته الموجودة، إن كان بشخصه أو بالكنيسة، ونكون مطرح ما نحن أقوياء حكماء مليانين من الروح القدس، ونعلن يسوع المسيح الحي بحياتنا وكلامنا، ونشهد له مطرح ما نكون من دون تردد. بهالحلقة رح نكون عم نختم أمثلة شخصيات من الكتاب المقدس، مع أنه بعد في كتير غير من اللي تعرفنا عليهم، ولكن لازم نصير أكتر على أرض الواقع ونسمع شهادات حياة وجولة مفصلة لمختلف أعضاء جسد المسيح، لمختلف أنواع الدعوات الخاصة بقلب حياتنا المسيحية. أنا بتمنى لكم ليلة مباركة وصوم مبارك، وملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا باسمك دعوتك، والله معكم.